ملاحظه او لا او سميتو، حنا غادي نحاولوا ما امكن نجاوبوا على اختصار، نحاول ما امكن اختصار. مؤخرا مع رئيس ديال الجمعيه ديال التزر الضغط، لان عندنا ساقيه وحده اللي كنجينا منها ولا الستيج، هي ساقيه ديال تزر الضغط. رئيس ديال الجمعيه مع الكاتب العام ديالها طلب لقاء مع السيد عامل والسيد مدير الفلاحه، وكان نقاش مهم جدا فيما يخص هذه الاشكاليات اللي وقعوا. علاش؟ لان هادو ملي ولا البراج ما بقاوش باقي كيطلقوا الماء كما كاين كاين اشكال كبير. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم يوسف فرج، رئيس هيئه المساواه والتكافؤ الفرص ومقاربه النوع بجامعه قمسة، وبصفتي كرئيس جمعيه نعمه الحياه للتنميه بدوار بن حمو، تم حضور اليوم للقاء بدعوه من رئيس جامعه قمسة السي محمود بوادي للقاء تواصلي لوضع برنامج عمل جامعة قمسة. تم التطرق إلى عدة اقتراحات بحضور تقريبا المجتمع المدني والجمعيات على الصعيد جامعة قمسة. تم التطرق إلى عدة اقتراحات منها باش يتم الطلب ديالها والاستجابة ديالها من السيد الرئيس، ونتمنى إن شاء الله تكون تلبية إيجابية وتكون اقتراحات في المستوى اللي كيتطلبها المجتمع المدني، بحكم اننا حنا الممثلين ديال جميع الدوائر ديال جامعه قمسة، وكنتمناو خير ان شاء الله ويكون واحد التاهيل في المستوى. ما دار في اللقاء اللي كيتراسه رئيس الجامعه ديال السي محمد بوعدي، كاينين عده اقتراحات من عده جمعيات، منها اقتراحات على مستوى الماء الصالح للشرب اللي هي الاولويه للساكنه، والكهرباء اللي هما اساسيين في الحياه، فالاستقرار الانسان في مكان معين، والطريق. تم التطرق لعده مشاكل اخرى مثل التصحر، مثل المشاكل الاخرى مثلا المنح الطلبه، مثل ملاعب القرب، مثل مثلا النقل المدرسي اللي ما كيغطيش تقريبا جميع الدواوير. وكنشكروا جميع الاخوان اللي حضروا لهذا اللقاء، وكنشكروا الصحافه اللي اثرت هذا اللقاء، السي الحبيب بوكيبه، وكنتمنوا ان شاء الله مزيد من العطاء